دعما للاستراتيجية المتكاملة للمشاريع التنموية في البلاد، افتتح سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المقر الرئيسي لمجمع الزور النفطي، والذي سوف يشكل دعما لهذا المشروع العملاق والذي يحتوي على 7 أدوار، وكذلك مطابقا لكافة الاشتراطات البيئية والذي يحتوي على العديد من المرافق لتقديم خدمات متنوعة. يبلغ حجم مصفاة الزور 16 مليون متر مربع، وتتكون من الوحدات المعالجة والتكريرية. مهندسة شريفة، أهم مرافق مصفاة الزور وحجم الطاقة التكريرية يومياً. تحتوي مصفاة الزور على الوحدات الرئيسية مثل وحدة تقطير النفط ووحدات المعالجة الهيدروجينية ووحدات معالجة زيت الوقود، كما تحتوي أيضا على الوحدات المساندة مثل وحدات إنتاج وضغط الهيدروجين. وبما أن الطاقة التكريرية تبلغ 615,000 برميل يوميا، فإن هناك 65 خزان لتخزين المنتجات النفطية بطاقة استيعابية تقدر 6.5 مليون. أيضا هناك الجزيرة الصناعية التي بدورها ستستقبل أكبر ناقلات المنتجات النفطية. بالنسبة لما يعني تفضلت فيه بالموضوع المنتجات، نبي نعرف عدد هذه المنتجات التي تنتجها مصفاة الزور وأيضا أبرز المنتجات الموجودة. بالنسبة إلى المنتجات التي ستنتجها مصفاة الزور، هناك البتروكيميكال النافذة البتروكيماوية التي ستستخدم للصناعة البتروكيماوية، أيضا هناك الكيروسين العالي الجودة الذي سيستخدم كوقود للطائرات، الديزل منخفض الكبريت الذي سيستخدم كوقود للمركبات، وأيضا هناك زيت الوقود الذي سيرسل إلى وزارة الكهرباء والماء والمتبقي منه سيصدر كوقود للبواخر. تم مراعاة الجوانب البيئية في تصميم وإنشاء مصفاة الزور، فعلى الجانب التشغيلي مثلاً تعمل المصفاة على مبدأ زيرو ليكويد ديسشارج، حيث أن تحتوي المصفاة على وحدة لمعالجة المياه المستهلكة بالمصفاة، يتم معالجتها في هذه الوحدة وثم إرسالها للوحدات الأخرى كمياه تبريد، عوضاً عن تصريفها إلى الخارج وتلويث البيئة. كذلك من ناحية الانبعاثات الغازية، تم تصميم الشعلات بحيث أن المصفاة ما تحتاج أنها تصرف أي انبعاثات كربونية إلى الخارج في الأوضاع العادية. كذلك تم تزويد الشعلات بسنسرات لقياس جودة الهواء ومستوى التلوث. وكذلك أيضا تم تصميم الشعلة بحيث تكون على المستوى الأرضي بحيث تقلل الضوضاء، وكذلك لا تبعث أي أدخنة للبيئة.
مشروع مصفاة الزور لتكرير النفط التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبك. هذا المشروع الكبير والضخم الذي يعزز استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية والتي رسمتها لعام 2030 يبلغ حجم هذه المصفاة 16 مليون متر مربع وبإنطاقة إنتاجية يومية تبلغ 615 ألف برميل. أن الطلب يزداد على المنتجات النفطية المنتجة من مصفات الزور نظراً للتوجه العالمي للمنتجات النفطية والمشتقات البترولية النظيفة وزيادة التشديد في الإجراءات والمواصفات البيئية العالمية. فمصفات الزور راح تكون مطابقة إن شاء الله لمواصفات المنتجات البترولية، إن شاء الله متوقع أن الطلب يكون محلياً وعالمياً عالي بإذن الله. الهدف من بناء مصفاة الزور هو زيادة الطاقة التكريرية للمصافي الكويتية بنسبة كبيرة ومواكبة التطورات الحالية في الاشتراطات البيئية، كذلك تكرير النفط الكويتية الثقيلة اللي ممكن يكون من الصعب تكريرها في المصافي التقليدية اللي تم إنشائها من زمن طويل، كذلك تحقيق التكامل مع باقي شركات وقطاع مجالات القطاع النفطي بما فيها مجالات التكرير المصافي الأخرى وكذلك قطاع البتروكيماويات. مصفاة الزور لديها أكبر مجمع إزالة الكبريت الذي يحتوي على 36 مفاعل، كما أن المصفاة تتميز بخاصية Zero Liquid Discharge، أي أن المياه الملوثة يتم إعادة معالجتها واستخدامها في الوحدات بدلاً من تصريفها في مياه البحر. كان حلماً كبيراً، كان تحدياً صعب التحقيق، لكنه اليوم أصبح حقيقة بعزيمتنا القوية لتحويل الحلم إلى واقع ملموس. فمنذ عام 2016 عقدنا العزم على خوض أضخم تحد في تاريخ شركتنا الفتية. عقدنا العزم على طمر مياه بحر الزور لنؤسس أضخم جزيرة صناعية. عقدنا العزم على تحقيق الصدارة لدولة الكويت. عقدنا العزم على تأسيس أول وأضخم مشروع من نوعه على أرض الكويت. عقدنا العزم على تأمين مصدر مستدام من الطاقة النظيفة. سابقنا الزمن وعملنا على مدار الساعة. لم تثنن التحديات بل شدت من عزيمتنا. اليوم في عام 2021 نحتفل بتدشين مشروعنا الاستراتيجي الواعد. نفخر بضخ طاقة جديدة لدولة الكويت. نفخر بتوفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.
نفخر بتوفير فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص. نفخر بتعزيز حركة التنمية الاقتصادية في دولة الكويت. نفخر بنجاحنا في جعل المزيد ممكنا لدولة الكويت. مصفاة الزور مصفاة كبيرة بالحجم، تقريبا حجمها 16 مليون متر مربع، ومصفاة بهذا الحجم تحتاج مرافق للموظفين أساس يكون الموظفين يشتغلون في أمان وفي راحة. في عندنا بالمصفاة عدة مباني، وتعتبر أيقونة هذه المباني المبنى الإداري اللي مؤخرا افتتحه سمو رئيس مجلس الوزراء. المبنى الإداري يعتبر من أكبر المباني في المصفاة. المبنى يتكون من 7 أدوار، كل دور فيه له فانكشن معين ووظيفة معينة. الدور الأول يعتبر في المخازن المصفاة، وفي عندنا الأرشيف. الدور الثاني يعتبر فيه الاستقبال ومسرح الشركة، وأيضا يوجد صالة متعددة الأغراض، وفي عندنا بعض المرافق مثل مكتب السفريات، وفي عندنا مبنى أو مكتب البنك. في الأدوار الدور الثالث عندنا، الدور هذا يعتبر هو دور مركز تقنية المعلومات في المصفاة. أما الأدوار الباقية تكون للموظفين، وفي الأدوار العليا للإدارة العليا. طبعاً الاشتراطات البيئية جزء مهم في تصميم أي مبنى في الشركة الكويتية لصناعة البترولية المتكاملة، وراعينا الاشتراطات البيئية في تصميم المبنى الإداري بشكل خاص، بحيث أن استخدمنا مواد صديقة للبيئة ومواد ممكن إعادة تدويرها. بالإضافة إلى ذلك استخدمنا المبردات في تبريد المبنى، واستخدمنا طريقة تبريد مو طريقة التبريد العادية، اللي هي طريقة عن طريق الاستعانة بالماء المعاد تدويره لتبريد المبنى. كذلك استخدام تحكم مركزي للإنارة في المبنى. أيضا استخدام الزجاج العاكس اللي يعكس أشعة الشمس، بحيث أنه يعطينا الإنارة الطبيعية في لأشعة الشمس من دون التأثير على جودة أو فعالية التكييف. طبعا المبنى يمتاز في انه مبنى متكامل لبعض الادارات في المصفاة، وهذا المبنى قريب من المرافق الحيويه والمباني الاخرى في مصفاة الزور. والحمد لله حصلنا على شهاده مؤخرا من المنظمه الخليجيه للبحث والتطوير من الدوحه عاصمه قطر، وهذه المنظمه اعطت المبنى شهاده للمباني المستدامه ب4 درجات. مهندس مبارك، بالنسبة لمشروع مصفاة أو مشروع مجمع الزور النفطي، كيف راح يكون أو سيلبي احتياجات دولة الكويت المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال لتوريد الطاقة الكهربائية، وأيضا احتياجات مصافي النفط بالإضافة إلى الصناعات البتروكيماوية؟ طبعا مشروع مصفاة الزور أو مجمع الزور النفطي يتكون من 3 مشاريع ضخمة، اللي هو مشروع مصفاة الزور ومشروع البتروكيماويات ومرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال. طبعا مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال هو يعتبر من أكبر مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال، التي سوف تزود محطات الطاقة الحالية والمستقبلية لدولة الكويت بالطاقة، بالغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة. طبعا الغاز الطبيعي هذا من مميزاته أنه يعتبر صديق للبيئة،
والمشروع الثاني وهو مشروع البتروكيماويات، هذا المشروع سوف يعظم هامش الربح في مصفات الزور وسوف يزيد ويعظم إيرادات الدخل لدولة الكويت. هذا المشروع سوف ينتج منتجات بتروكيماوية ذات جودة عالية وذات قيمة عالية. كيف سيساهم هذا المشروع في تعزيز الاستراتيجية التي رسمتها مؤسسة البترول الكويتية لعام 2030؟ طبعاً استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وهو تكرير طاقة تكريرية في مصافي الكويت بمعدل 1,600,000 برميل باليوم. مشروع مصفات الزور سوف يزيد الطاقة التكريرية لمصافي الكويت إلى هذه الرؤية اللي هو إن شاء الله سوف يتم تكرير 1.6 مليون برميل باليوم بعد التشغيل مصفات الزور.